السلام عليكم، ورجعنا لكم من جديد. الباص شغالين عليه، بس الاخوان اللي يتساءلوا ايام الستينات ترى ما في مدارس. انا قلت يروحوا مدرسه ايام الستينات، اللي عنده سياره كانه عنده فراري ولا لامبورجيني، ما في مدارس، كان يستخدموا نقل حجاج او شيء زي كذا. وتعالوا، في ناس زعلوا، محي الدين خربطلي، اوكي ذكرناها دمشق سوريا، ولا يقولوا ايش؟ يقولوا عنصري ما تذكر سوريا والعراق، العراق سووا فيه بلاكاش وهذا سووا في سوريا، وما يدروا اللي يصور واحد لبناني وقتها والحين. الحين بدينا نشتغل عليه. يا هارون شغل، تعال وريهم. احسن، هذا اول شيء ما شغل. خلاص يا هارون، هذا البداية طبعا، فكينا الكفرات وراح تشوفوه جميل ان شاء الله. يلا شكرا، وراح نعطيكم التحديث اول باول باذن الله.